طبابة ألف، طبابة ألف مع نهى سعدي. العيادة المسموعة. بسم الله الرحمن الرحيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحلى مستمعين مستمعي ألف ألف أف أم الموجة السعودية، مستمعي برنامج طبابة ألف اللي بيجيكم يوميا معي أنا نهى سعدي من الساعة 1 الظهر للساعة 2 بعد الظهر. وطبعا اليوم في برنامج تيمبو وعدتكم أنه حيكون حلقة ما تفوتكم، مميزة جدا مع ضيف مميز جدا جدا جدا. حنستفيد الكثير من المعلومات اللي حيزودنا فيها بإذن الله. قبل ما أقول لكم أي شيء عن حلقتنا اليوم أو ضيفنا، حابة أقول لكم كيف تتواصلوا معنا عشان تقدروا توصلوا لضيفنا. حيكون على STC 84 7700، أرسلوا كلمة طبابة ألف أنا حتصل فيكم، أو أرسلوا مباشرة أو اتصلوا عفوا مباشرة على 012-616-1100، أو من الرياض على 011-21-78585. فيسبوك، كيك، تويتر، إنستغرام، سناب شات، قناة اليوتيوب، كلها على نفس الحساب ألف ألف أف أم، أي إل آي أف، أي إل آي أف أف أم. اللي حتفوته الحلقة حيقدر يسمعها على اليوتيوب بإذن الله في أي وقت، بس مجرد ما تكون يعني تترفع على اليوتيوب وتكون معاكم على طول. اللي معه آيفون يدخل على متجر أبل ويحمل تطبيق ألف ألف أف أم يقدر يسمعنا أي وقت من أي مكان، واللي معه جهاز نظامه أندرويد يدخل على جوجل بلاي ويحمل نفس التطبيق ألف ألف أف أم. اللي حاب يسمعنا عن طريق النت ويتعرف علينا أكثر حيكون على موقعنا www.alfalfm.com. قلت لكم عن الضيف المميز وموضوعنا اليوم المميز، وبنتكلم بطريقة جدا خفيفة وسهلة، وحتقدروا تسألوا أي سؤال يجي على بالكم. وضيفنا اليوم الدكتور شادي زارع، استشاري الجلدية والتجميل والليزر والشعر، عيادات بيوتي إليمنتس جدة، وهو كمان وكيل كلية الطب جامعة جدة، والبروفيسور الزائر بجامعة ميغيل الكندي. نرحب فيك دكتور شادي. أهلا أستاذة نهى وأهلا بالمستمعين الكرام. الله يسعدك. طبعا احنا اليوم اخترنا الموضوع، يعني انت اخترت موضوع جدا شائع وفي نفس الوقت جدا مميز كمان في نفس الوقت، لانه ما في اظن بني ادم عدى عليه هذا الامر. الوجه سبحان الله هو اول شيء يشوفه الشخص اللي قدامك، يعني يبدا يدقق في ملامحك، واحنا بطبيعه الحال ندور على المشكله اللي قدامنا او الشيء اللي غريب قبل ما ندور على الكمال او الحاجه الحلوه. سبحان الله طبيعه البشر كده. اليوم موضوعنا عن حب الشباب وعلاجات حب الشباب. نبغى نتعرف على حب الشباب. لو قلت لك دكتور عرفنا على حب الشباب، إيش هي هذه الحالة؟ طبعا بسم الله الرحمن الرحيم. حب الشباب أهم شيء المريض يعرف أنه هو شيء مرض مزمن وهو حيحتاج فترات طويلة من حياته لعلاجات. الفكرة أنه في مراحل حيحتاج فقط وقاية، وفي مراحل حيحتاج فيها علاجات تحت إشراف الطبيب المختص في العيادة. حب الشباب العامل الرئيسي فيه هو الوراثة، فإذا كان الوالدين عندهم حب شباب فثلاثة من أربعة أطفال حيكون عندهم حب شباب. السبب الرئيسي هو زيادة إفراز الدهون من الغدد الدهنية. الغدد الدهنية دي تكون مركزة طبعا في الوجه، في أعلى الصدر والظهر والأكتاف، عشان كده حب الشباب يكون مركز في هذه المناطق. وهرمون الأندروجين هو العامل الأساسي اللي يسبب إفراز الغدد الدهنية. طبعا كمان في بكتيريا اسمها بكتيريا حب الشباب كمان تعمل دور بتسبب التهاب في الجلد وبزود الحبوب دي. يعني نقدر نقول انه هذا تعريف لحب الشباب، هذه هي يعني عشان الواحد يعني هي بس هذه اماكن ظهورها دكتور شادي؟ طبعا بشكل عام، احيانا في اماكن اخرى في حالات خاصه، بس كحب شباب هذه المناطق بسبب وجود الغدد الدهنيه مركزه في هذه المناطق بتظهر في هذه المناطق بالتحديد. جميل. حضرتك ذكرت تحت الهوى أنه في أسباب فسيولوجية ممكن يعني تكون لحب الشباب. نبغى نتعرف أول على كلمة فسيولوجية. فسيولوجية يعني طبعا شرحها هو طريقة عمل شيء معين، أو من فسيولوجي اللي هو علم وظائف الأعضاء. فإيش إيش الأسباب الداخلية للحب الشباب؟ جميل. طب إيش هذه الأسباب ممكن تكون؟ زي ما ذكرنا هو حيكون في التهاب في الجلد. ثاني شيء زيادة إفراز الدهون اللي هي السيبة من الغدد الدهنية، وهرمون الأندروجين اللي هو بيزيد مع أكثر شيء في البداية، عشان كذا فترة المراهقة وقت زيادة الهرمونات، وبكتيريا حب الشباب اللي اسمها بروباين بكتيريوم أكنس. هذه العوامل الداخلية والفسيولوجية اللي بتسوي حب الشباب. دكتور شادي في فئة معينة يعني بتصاب بحب الشباب، فئة عمرية، أو نقدر نقول مثلا السيدات أكثر من الرجال أو العكس؟
طبعا، بس هو يعني هو اكثر بيكون في النساء، ولكن يعني بيختلف من مجتمع لاخر. لكن حب الشباب في الاساس بيبدا وقت البلوغ. يعني هو عامل الهرمونات اكثر، عشان كده بيكون اكثر في النساء بشكل واضح. طبعا عندما تبدا الغده التناسليه بانتاج هرمون الاندروجين بشكل اكبر، لكن حب الشباب ما يقتصر على سن المراهقه. فالدراسات بينت انه في سن 45 50% من الرجال والنساء بيكون عندهم حب شباب. وطبعا في شيء اسمه حب الشباب الهرموني اللي هو احيانا ما بيطلع، ما بيبدا انه يظهر في النساء الا في نهايه العشرينات او بدايه الثلاثينات. وعاده هذا النوع من حب الشباب يكون مركز في منطقه الدقن والفكين، وبيزيد قبل الدوره الشهريه، وبيكون مصاحب ليها. حلو. طيب برضو ذكرت تحت الهوى شيء يخص الحمية وعلاقتها في أو دورها في ظهور حب الشباب. طبعا بتجيني المريضة في العيادة أول سؤال تسأله، أو مو الأصح هي أمها بتجي تقول إنه هذه بنتي بس بتاكل شوكولاتة، تاكل شوكولاتة تاكل شوكولاتة، عشان كده وجهها مليان حبوب. كلنا نقول كده على فكرة، مو بس هي. فعملوا دراسات للموضوع ده، وجدوا إنه ما في علاقة واضحة بين الشوكولاتة وحب الشباب. يعني المريضة تسألني أكل الشوكولاتة، أقول لها كلي بس باعتدال. الدراسات المؤخرة أثبتت أنه في علاقة بين مشتقات الألبان والأغذية اللي تسبب ارتفاع سكر في الدم وحب الشباب. فإذا المريضة تتجنب شيء، تحاول تتجنب مشتقات الألبان إذا كان حب يعني الشباب شديد. طبعا هي باعتدال طبعا، والسكريات أنها بتزود نسبة السكر. يعني احنا نقدر نقول انه هذه كمان معلومة جدا رائعة. يعني انا حبيت انه دكتور شادي ذكرها كثير، احنا بنسمع هذه الكلمة انه الشوكولاتة او يعني بيحددوا نوع معين، وانه هو وما كان اللي على بالنا. يعني هي السكر ومشتقات الحليب اذا كانت زادت عن المعقول او عن احتياج الجسم او صحيح. الشخص. طيب يعني احنا يمكن قلنا ذكرنا انه الفئة العمرية يعني هي فترة المراهقة او هي فترة البلوغ هي اكثر الفئات العمرية المعرضة لهذا لحب الشباب نقدر نقول. طيب لو جينا نقول نبغى مجموعة حلوة ومختصرة وواضحة للمستمع عن العوامل اللي بتسبب حب الشباب. طبعا في أسباب داخلية زي وجود الخلل هرموني. يعني المريضة مثلا عندها تكون تكيس مبايض، هي ما هي عارفة، في أعراض معينة، يكون عدم انتظام الدورة الشهرية، يكون حب شباب شديد في الوجه، تساقط شعر وراثي مبكر، عندها زيادة شعر في الجسم. هذه كل الظواهر أو بتخلينا نعمل تحاليل المريضة نتأكد أنه ما عندها تكيس مبايض. طبعا الحاجة الثانية، أي هرمونات بتاخدها المريضة مهما كانت ممكن بتسبب حب الشباب. في مشكلة ثانية مثلا تعاطي أدوية معينة مثل كورتيزون. يعني حب الشباب ممكن يكون أعراض لأخذ أدوية معينة، ممكن أدوية معينة بتطلع حب شاب، أبرزها الكورتيزون. طبعا في مرضى بيحتاجوا الكورتيزون، لا سمح الله عندهم مرض معين بيحتاجوه فترة بيزيد مع الحبوب. لكن إيش المشكلة؟ المشكلة إنه في شباب مثلا لاعبين كمال أجسام بياخذوا هرمونات، بياخذوا دورات كورتيزون، وبيطلع عندهم حب شباب شديد. هذه يعني وبتعمل مشاكل لهم كثيرة. وأتوقع هذا النوع يعني هو اللي بينتشر تقريبا في أكثر من يعني في الجسم بطريقة شوية مجنونة، وهذا المفروض نكون حريصين منه. مكملين معاكم في العوامل المسببة لحب الشباب، لكن بعد الفاصل مستمعينا، وحابة أقول لكم قبل الفاصل عن مسابقة ريادة الأعمال 2015. هي تجربة تفاعلية بتجمع بين رواد الأعمال بالتجارب الرائدة، دعم مادي، برنامج إرشادي كمان للفائزين. الفرصة متاحة لكل السيدات اللي عندهم طموح لدخول سوق العمل من خلال مشروع الريادة في المجالات الإنتاج والتصنيع، الريادة المجتمعية والتطوير والابتكار في التعليم والصحة. الدعوة هذه لجميع السيدات في المملكة العربية السعودية، جوائز مادية توصل قيمتها 375 ألف ريال سعودي. عشان تشاركوا كونوا على السمع كل يوم اثنين الساعة 11 ببرنامج طاقات بلا حدود، وعشان تشاركوا بالمسابقة لريادة الأعمال رجاء انزوروا الموقع www.jem-yje.com أو اتصلوا على 055-9778-859. دكتور شادي زارع وراجعين. طبابة ألف، طبابة ألف مع نهى سعدي، العيادة المسموعة.
عيادات بيوتي إليمنتس واستشاري الجلدية والتجميل والليزر والشعر الدكتور شادي زارع هو اللي معانا اليوم، هو ضيفنا اليوم. والحقيقة مجموعة المعلومات اللي عرفناها اليوم سواء تحت الهواء أو على الهواء اللي حكون حريصة إن شاء الله تتنقل لكم كلها إن شاء الله تستفيدوا منها. مشكلة حب الشباب يعني قبل أنا عارف إحنا وقفنا عند العوامل اللي بتسببه يعني دكتور شادي، الواحد بيكون حقيقي يستعد نفسيا، وهذا الكلام أنا أقوله حقيقة يعني فاللي بقول لك هو أنه يستعد تماما لمثلا مقابلة وظيفة. نعم. وحبة الشباب تظهر قبل بيوم في الوقت الغلط، قبل بيوم يعني ما جاك أحد قبل كده يقولك أنه أنا تعرضت لموقف جدا محرج أو اتربكت أو حسيتي طالع في وجهي بطريقة غريبة أو حسيت ضيعت علي وظيفة؟ ضيعت علي وظيفة ما أعرف، بس أكيد الستريس والعامل النفسي بيزود الحبوب، لأنه زي ما ذكرنا بيزود الهرمونات. الإنسان من يكون متوتر بتزيد الإفرازات الهرمونات، والهرمونات هذه بتنشط الدهون فبتزيد الحبوب، فأكيد في رابط بين الستريس وظهور حب الشباب. يعني عشان من جد تكونوا يعني هذه واحدة من العوامل تعتبر. أكيد. طب نستكمل العوامل. طيب الحاجة اللي بعد كده بالنسبة للعوامل المسببة في مستحضرات التبييض، تبييض البشرة. المريضة بتشتري بتاخد تركيبة ما هي عارفة مكوناتها وبتحتوي على الكورتيزون وبتحطها بيتحسن وجهها بيصفى، أول ما توقفه بتصير نتيجة عكسية، تطلع حبوب حب شباب. فإيش بيصير؟ بيصير إدمان للبشرة. يصير المريضة بتستخدم تركيبة أو مرهم تبييض وما هي قادرة توقفه، كل ما توقفه تطلع حبوب. هي ما عارفة السبب في هدوءها ولا في إنها بتظهرها. بالضبط، لأنه التركيبات هذه يكون فيها كورتيزون والمريضة ما هي عارفة. بعد كده الاحتكاك مع الملابس مع الخودات. الحاجة الثانية مهمة المريضة والمريضة تعرف إنه إذا طلعت حبة ما تلعب فيها، ما تحاول تفقعها، لأنه لما تحاول تلعب فيها وتفقعها بتوزع الالتهاب وبتنشر الالتهاب في الجلد على باقي الجلد. الحاجة الثانية إنه يصير نسبة كبيرة إنها تعلم كندبة، يعني كثير من الناس طبعا في عوامل إنه بتصير عندهم ندبات، لكن من الأسباب إنهم بيلسوا يلعبوا في الحبوب بعد ما تطلع، فمهم إنه المريضة ما تلعب في الحبة لما تطلع. بعد كده مستحضرات التجميل، المكياج، المرطبات اللي بتتحط على الوجه. إذا كانت البشرة دهنية وعندها قابلية لحب الشباب لازم هذه كلها تكون أويل فري، خالية من الزيوت. ففي أنواع من المكياج، أنواع من المستحضرات، أنواع من المرطبات تكون أويل فري. فهي لازم تستخدم الأويل فري عشان المرطبات العادية والمكياج العادي حيسد المسامات وحيزود الحبوب. الموضوع اللي بعد كده زيوت الشعر. المريضة بتحط زيت في شعرها أو شيء مشتق من الزيوت وبتنام به. تصحى الصباح الزيت نازل على الجبهة على جانب الوجه، بعد أسبوع أسبوعين تلقي الجبهة كلها مليانة حبوب. يأثر على الجلد طبعا لأنها زيوت ودهنية وبتزودها، فلازم المريضة بعد ما تحط أي شيء في شعرها ما تحطه قبل النوم، وتاني شيء تغسل وجهها بعده بمويه باردة عشان تتأكد أنه ما في شيء نزل على وجهها. بعد كده إحنا عندنا في جدة الجو حار ورطوبة. صحيح، الحر والرطوبة وفي أماكن كمان في المملكة جافة جدا، يعني طبعاً هذه ليها تأثير في حب الشباب. الجفاف شيء إيجابي لأنه بيقلل الإفرازات، ممكن بيضر في أمراض تانية زي الإكزيما، لكن كحب شباب الرطوبة والحر هي اللي بتزود المشكلة. هذه أبرز العوامل اللي تسبب حب الشباب بشكل عام. طب معلش أبغى أرجع لواحد من العوامل اللي هو اللبس أو الاحتكاك، يعني بالحاجة تكون خارجية زي لبس أو نعم. أو شيء زي كذا. طب كيف أنا ممكن أحل هذه المشكلة؟ يعني أنا كيف المفروض أتصرف؟ لأن إحنا بطبيعة الحال إحنا يعني كل يوم في مرحلة التغيير أو بالمنشفة. نعم. يعني هل الأفضل نستخدم مناديل مرة واحدة أو؟ يعني هو أهم شيء هي المشكلة في الفرق، انه ما المريضه ما بتدعك بقوه او تحاول تفرك جلدها، لانه هذه كلها او سكرب شديده او اي شيء في تنظيف قاسي او اي شيء قاسي على البشره بيأذيها وبيهيج الحبوب. لو قلنا انه كل حاجه احنا لازم نسال عنها او نعرفك، طب انا اقول طب انا كيف ما اتعرض لكده؟ يعني في ابسط الامور انا كيف ما اتعرض لكده؟ طب انا كيف ممكن اتفادى هذه المشكله؟ يمكن طبيا بيسموها نوع من انواع الوقايه. نعم. طب انا كيف ممكن اقلل او امنع ظهور حب الشباب أو حتى تأثيراته ومضاعفاته وهذه الأمور كلها؟ طبعا أول شيء بتجنب العوامل اللي كلنا ذكرناها، إذا حطت مرطبات أو مستحضرات تجميل تكون أويل فري،
زي ما قلنا أي حبوب تطلع ما تلعب فيها. الشخص تمرن أو شيء أو عملت رياضة على طول تستحمى وتشيل العرق عشان العرق لما يبقى على الجلد الله يكرمكم بيزود الحبوب وبيسد المسامات. أي زيوت تحطها ما تحطها قبل النوم ما تجي على الوجه. إذا كانت البشرة دهنية تستخدم غسول بشكل مستمر زي السلسليك أسيد. هذا حمض السلسليك بنسبة 1-2% بيعمل وقاية. موجود في كثير من المنتجات؟ طبعا في معظم الكثير من الغسول البشرة موجود. الحاجة الثانية في علاجات طبية زي الفيتامين ألف الموضعي اللي هو ريتين اي أو البنزول بيروكسيد برضو علاج ثاني موضعي. طبعا هذه علاجات بتعطى عن طريق الطبيب المختص كوقاية وعلاج في بعض الحالات. هذه يا جماعة اللي ذكرناها على فكرة أسماء المواد اللي موجودة أو المكون منها العلمية. المنتجات يعني أنتوا تقدروا تشوفوا أقروا على المنتج مو غلط أسألوا الطبيب مليون مرة عن هذا المنتج وتأثيره عليك أنت وعلى البشرة لأنه يعني هو برضو صح المسؤولية فيه كبيرة عليه لكن كمان فيه مسؤولية على الشخص نفسه. طب كيف كمان ممكن طرق برضو أمنع أو أقللها؟ زي ما قلنا نتجنب العوامل المسببة والغسول بشكل مستمر. إذا كانت البشرة دهنية المريضة ما تنام بالمكياج تحاول تغسل المكياج قبل ما تنام لأنه هذه كلها زي ما قلنا تسوي انسداد مسامات. عدم عند التعرق أنه تغسل الوجه على طول أو بيغسل المريض. يتجنب زي ما قلنا لاعبين كمان الأجسام اللي بيأخذوا الهرمونات بيحاولوا يتجنبوا الهرمونات هذه بيستبدلوها بأحماض أمينية أو أشياء طبيعية لبناء العضلات. طب لو قلنا ايش اعراض حب الشباب بصوره يعني غير انه انا اشوف حبه او مكانها واضح لانه يعني هي هل ممكن يكون في فرق كمان بين شكلها وشكل يعني حبوب ثانيه ممكن تظهر في الوجه يعني ايش الاعراض يعني؟ طبعا احنا يعني حب الشباب بشكل بسيط عندنا قلنا هي اللي تكون مركزه في الوجه وعلى الصدر وعلى الظهر والكتفين يا تكون حبوب مهي التهابية زي حبوب الصغيرة تحت الجلد تكون أكثر شيء في الجبهة أو تكون حبوب التهابية اللي هي تكون حبوب حمراء بعضها فيها دمامل صديد. طبعا في أمراض كثيرة عندنا في الجلدية وهنا يجي دور الطبيب المختص أو طبيبة الجلدية المريضة تراجع الطبيب وتتأكد من التشخيص وتأخذ العلاج المناسب مو تروح تأخذ أي شيء من الصيدلية وهي ما عارفة إيش بتعالج يعني. لا يعني هي مجموعة. حضرتك ذكرت معلومة تحت الهواء كانت مرة غريبة بالنسبة لي قلت لي في أنواع قلت رقم نعم في كان رقم يعني تقريبا عندنا أكثر من 3600 تشخيص مرض جلدي مختلف فعندنا يعني هي دراسة بسبب أنه في دراسة الطب أو الجلدية لأنه في عندنا آلاف الأمراض وكل مرض بيتمثل بطريقة معينة فهنا الدكتور هو اللي يقدر يحدد إيش نوع المرض وحين بتكون زي ما ذكرتي أستاذة نهى إنه تكون متشابهة فلا فمتقارب الأعراض فلازم الدكتور يعرف إيش هذا وإيش هذا هنا يجي دور الطبيب. روحوا للطبيب زوروا الطبيب. أنت ما تعرف هذه الحبوب الشباب هذه مصاحبة لإيش. أنا متأكدة إنه طبيب الجلدية ممكن يعرف إذا كان في مشكلة في الهرمونات هي اللي سببت ظهورها مثلا بطريقة متتابعة أو متتالية على طول وراء بعض وحجمها أو شيء زي كده بيطلب منك تحاليل وبيعرف أنه في مشكلة يمكن أساسية يعني قبل ما تروح لطبيب الجلدية ويصحح لك هذه المشكلة ممكن يعمل لك مجموعة من التحاليل والتشخيص بحيث أنه أنت تعرف أنه عندك مشكلة ثانية في الهرمونات لازم علاجها من الأساس. حرام يكون الشخص يعني كده في سن صغير لسه بدري وقاعد بيعالج بصورة هو لوحده من نفسه بيشخص الحالة وفي الآخر يطلع المشكلة مرة ثانية وكان ممكن حلها ما ياخذ أكثر من يمكن شهر أو شهرين أو أقل كمان. طيب صحيح. إحنا يعني عندنا فاصل الآن حنطلع الفاصل لكن قبل الفاصل حابة أقول لكم أنه فتحنا باب الاتصالات واتصالاتكم حتكون على 012-616-1100 ومن الرياض على 011-21-78585 ولو أنكم مو مقصرين. فاصل وراجعين. طبابة ألف طبابة ألف مع نهى سعدي العيادة المسموعة. واليوم ضيفنا دكتور شادي زارع استشاري الجلدية والتجميل والليزر والشعر من عيادات بيوتي ألمنتس. احنا بنكلمكم يعني احنا بنقول لكم هذا كله بطريقة جدا مرتبة يا جماعة. المعلومة اللي على الهوى عجبتني والمعلومة اللي تحت الهوى كمان سمعتها عجبتني. دكتور شادي زارع اللي حابي تعرف عليه أكثر هو وكيل كلية الطب بجامعة جدة والبروفيسور الزائر بجامعة ميغيل الكندية.
حقيقة لما نعرف عن طبيب يعني شوية عن خلفيته أو العملية المهنية أو مسيرته كمان إحنا يعطينا ثقة أكثر. أنا من الناس اللي حقيقي أثر علي هذا الموضوع، وأنا سعيدة جدا ولي الشرف أنه أكون معك دكتور شادي على الهواء حقيقي في الحلقات. يعطيك العافية دكتور شادي. يتكلم على أمور مرة كثير وجدا مهمة إن شاء الله من جد، وإذا مو في دي الحلقة إن شاء الله يا جماعة في حلقة ثانية بإذن الله، بإذن الله حيكون عندكم إجابات الاستفسارات هذه كلها، والمعلومات حقيقي اللي أنا أخذتها تكون وصلت لكم. أرجع أقول لكم الاتصالات مفتوحة على 012-616-1100 ومن الرياض على 011-21-78-55. تويتر برضو ما حنسى الأسئلة اللي موجودة عليها، يعطيكم العافية. ونأخذ أول اتصال. يوسف. يوسف هلا والله. السلام عليكم. أهلا 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 يوسف. يوسف في حماس عندك ما شاء الله. الله يعطيك عافية إن شاء الله. ومساء خير للدكتور الشادي. مساء النور. الله يحييك. تفضل. الله يبارك فيك. أنا عندي والله كريمة دي عندها حب الشباب. نعم. بس هذا بعرف شيء واحد، الأكلات الحارة زي الفلافل وده يأثر هذا على الحب الشباب يا دكتور الشادي لو تكرمت؟ ليس بشكل مباشر، يعني ما في، إحنا كل شيء بنبنيه على دراسات علمية، فما في دراسات علمية واضحة بتأيد الموضوع هذا. يا جماعة خلوها تأكل براحتها، يعني هي أكلت شوية، المهم الواحد ما يبالغ، الزايد أخو الناقص دايما نقولها. ويلا كمان. ألو حنان. أيوه هلا. هلا يا حنان. أيوه مساء الخير. مساء النور. تفضلي حنان على طول. أكلم الدكتور. يعطيك العافية دكتورة. أنا بنتي 17 سنة عمرها تقريبا، ووجهها مرة معدوم لحب الشباب، بس يعني وديتها أكثر من طبيب. آخر طبيب خلى العلاج على مراحل، يعني ما شاء الله تحسن تقريبا، بس البقعة السوداء اللي في الجبين وعلى خدودها، وأنا متخوفة من العلاج هذا لكثرة الأدوية وعدة مراحل كل مرحلة، يعني لأنه أنا قبل يعني تقريبا 10 سنوات استعملت علاج وسبب لي تقريبا عقم، فخايف عليها أنه مستقبلا يعني يصير لها شيء، أو فما أدري إيش علاج البقعة السوداء هذه، وهل في يعني خطورة من الأدوية على مراحل وهي لسه عمرها 17 سنة تقريبا؟ ما فهمت إيش قصدك على مراحل خطورة يعني العلاج على مراحل؟ المرحلة الأولى أعطاها أشياء يمكن ما نعرف إيش يعني. لا تذكري اسم منتج حنان. الله المرحلة الثانية. لا المرحلة الثانية قال لها هذه إزالة البقع. ممتاز. المرحلة اللي بعدها مثلا تصفية. ممتاز. هي هذه الطريقة الصحيحة للعلاج، لأنه في علاج يعالج الحبوب أو يمنع الحبوب، وفي علاج بعد كده بعد ما تروح الحبوب يعالج الآثار، سواء تكشير سواء ليزر سواء كريمات موضعية على حسب الحالة. هل فيها تأثير مباشر على هرموناتها أو ممكن يأذيها بأي صورة على المدى البعيد دكتور شادي؟ هذا سؤال حنان. لا، هو أي شيء ممكن يأذي المريض إذا استخدم بطريقة غير صحيحة أو ما كان تحت إشراف الطبيب المختص. يعني هو كل شيء كل شيء فيه مزايا وفيه عيوب. اطمني يعني حنا صح؟ صح. طيب لانه هي دكتور عمله صح، عمل على مراحل، اول شيء عالج الحبوب وبعدين عالج اثار. انه احنا من البدايه لو عالجنا الحبوب عن طريق الليزر حتتهيج الحبوب وحتزيد، واللي عشان يزيد اطمئنانك يعني تقدري تتفضلي بزياره. يعني انا ملاحظه انه حضرتك ايوه من جده لعيادات بيوتي اليمنت. اللي حاب يعرف فين المكان، جده طريق الملك، اسم المركز بوغنوفيليا، هو هذا المركز يا جماعه. تقدر تزوروا هناك المركز ويعني تسووا زياره وشوفوا. وهنا نواف. يعطيك العافيه، كيف حالكم؟ يعافي قلبك نواف، تفضل. اول شيء الله يديك العافيه. الله يقول لي رقم مره ثانيه بشويش يا اختي، ماني قادر الحق عليه رقم حق التواصل لما تقولي انت معانا على الهواء. كيف ما وصلك الرقم نواف؟ ممكن سؤالك على طول بس عشان اللي غيرك في مستمعين كثير استنوا. طيب بس دكتور حاب اعرف، انت عارف اللي كذا الحبوب اللي حب الشباب الصغيره كيف تيجي؟ نعم. ايوه تيجي كذا، اما يعني مكان الدق عارف كيف؟ نعم. هذه ما تجيني الا لما مثلا احلق ماكينه تدعيم او شيء تجيني على طول، فحاب اعرف ايش الحل معها. طيب هذه الحبوب اللي بتكلم عليها اللي هي اسمها الفوليكولايتس، اللي هي التهاب بصيلات الشعر اللي بتيجي بعد الحلاقه. العوامل في عدة عوامل، طريقة الحلاقة، الحلاقة تنعمل وهي البشرة مبلولة عشان الموس ما يأثر على البشرة، في كريمات المريض يستخدمها قبل وبعد الحلاقة زي الريتين اي أو البنزول بيروكسيد بتعمل وقاية وبتمنع التهاب بصيلات الشعر ده. حلو. عبد الرحمن
ألو، السلام عليكم، يعطيكم العافية. وعليكم السلام، يعطيك العافية. على طول عبد الرحمن سؤالك لو سمحت. أبا أسأل الدكتور بس الحبوب هذه اللي تكون اللي عند الفك عند الفم، فك الفم. نعم. في حبوب صغيرة تكون يعني جنب بعض. نعم. ماني داري يعني إيش سببها هذه. طبعا الحبوب أستاذي هي كلها تتحدد على حسب بالفحص الإكلينيكي في العيادة عشان نقدر نحدد إيش نوعها. زور العيادة عبد الرحمن، بيوتي ألمنتس، يعني فعلا في أشياء يعني يحتاج الدكتور يعني يشوفها، وهذه هي الاحترافية يا جماعة في العمل. عبد الله، عبد الله، هلا، اهلا يا عبد الله. عبد الله من وين تكلمنا؟ طبعا الحبوب. ايوه عبد الله معك. عبد الله من وين تكلمنا؟ من جده والله. اقفل الراديو يا عبد الله. طيب قفلنا الراديو. تفضل بسؤالك. عندي شاخه حساسيه في جلدي يا شاخه، لما احلق مره ما تريحني. ذكر الاجابه قبل شوي، تقدر تتابع الحلقه بعدين على اليوتيوب تسمع هذه الاجابه. قال دكتور شادي انه في كريمات تقدر تستخدمها قبل وبعد عشان تضمن بس انه يكون العمليه هذه كلها سهله. وصهيب استناني براسن. السلام عليكم. اهلا وعليكم السلام. كلمه للدكتور معليش. تفضل يا صهيب. تفضل يا دكتور. كنت زمان كنت صغير اشوف ابوي من يحرق. نعم. فكنت اشوف يحط الجل الابيض ويحرق. يحط ايش عفوا؟ سويت نفسي الجل الابيض. الجل الابيض ايوه هو يسوي. فتحمست نفسي اسوي زي ابويا. نعم. ولقيت موز في الحمام وصرت اسوي. طيب ما شاء الله. بس فطلع الحبوب من يوم الحين 9 سنين حبوبي موجوده، فلها علاج لها شيء ولا؟ طيب زي ما ذكرت هي في النهاية يعني هي يمكن عندك حب شباب، يمكن عندك التهاب بصيلات الشعر تهيجت، وقلنا انه ما اتوقع انه الجل هو السبب الرئيسي للمشكلة، بس انه هو تهيج البشرة اللي بيصير، وصادف انه في وقت معين بتزيد الحبوب مع الموضوع ده. ففي علاجات كثير للحب الشباب، هو يعتمد هل عندك الان حبوب او عندك اثار، والعلاج حيختلف على حسب الحالة يعني وعلى حسب نوعية الحبوب اللي عندك الان. نعيمي. نعيمي مرحبا، مساء الخير. مساء النور يا هلا، تفضل يا نعيمي بسؤالك. بس عفوا دكتور، انا عندي في كتف الابهر اليمين اذا طلع دمام كذا في الكتف. يعني احاول اني انا اطلع منها عزك الله الوصف عن طريق واحد من الاخوان في المسجات، تطلع مرة ثانية في نفس المنطقة ظهور الدمامل بصورة متكررة في نفس المكان. يعطيك العافية، شكرا نعيمي. أسمع الإجابة عن طريق الراديو. طيب الدمامل طبعا بتكون مركزة أحيانا في الظهر أكثر من مكان ظهور الدمامل. إذا كانت عندك دمامل في الظهر ما أنصح أنك تلعب فيها أو تمسكها زي ما ذكرنا، أنك حتوزع الالتهاب. إذا في دمامل بتطلع في نفس المكان معنى أنه في كيس دهني داخلي تحت الجلد بتتجمع فيه الدهون، وكل ما تعالجها بتتجمع الدهون داخل الكيس هذا وبتطلع تاني. فالحل إذا كانت المشكلة مزيان تروح لجراح، وطبيب الجراحة حيعمل لك عملية تحت بنج موضعي عشان يشيل لك الكيس الدهني ده وينظف الخراج عشان لا يطلع لك تاني. حلو. قاسم. طيب أقف. هل فيصل؟ لا فيصل فيه. لا لا يا فيصل، تفضل يا فيصل. قفل على طول بتصرفوني. قفل. لا لا لا، قاسم اللي قفل، مو انت، معلش محشوم، تفضل. قول يا فيصل. انا عندي ولدي عمره 16 سنه وطلع له حب الشباب طبعا، وراح بديت عند اخصائي جلديه في ظهره في وجهه طلع، قال لي هذا دكتور، قال لي هذا حب الشباب عادي، واعطاه له مرهم. المرهم كويس يعني راحت بعض الحبوب، بس تطلع له مره ثانيه الحبوب. ماني عارف يعني بتستمر على سن الشباب هذه الحبوب ولا يعني حتختفي مستقبلا. طيب الحب الشاب زي ما ذكرنا انه هو مزمن، لكن بيزيد وقت المراهقة، وعادة احنا بيكون عندنا تدرج في العلاج، بنبدأ بعلاجات موضعية، واذا استجابت وراحت الحبوب بنكمل علاجات الموضعية، لانه دائما الطبيب بيوزن الاعراض الجانبية بالفائدة. فاذا كانت الحبوب بسيطة وما تحتاج ادوية عن طريق الفم بنكتفي بالادوية الموضعية. لازم المريض والمريضة من فترة لفترة تتابع الطبيب، عشان كل فترة حتتغير العلاجات على حسب اللي موجود في البشرة، على حسب الطيبة اللي شايفه. لا سمح الله ما استجابت العلاجات الموضعية، بعد كده الدكتور بيتوجه لأدوية عن طريق الفم.
يعني الإجابات كانت حلوة وواضحة، ويعني حقيقي إحنا لسه باقينا إحنا نتكلم عن مجموعة من العلاجات، لكن بعد الفاصل مستمعينا لما نرجع وحناخذ إن شاء الله أكبر عدد من الاتصالات وأسئلة تويتر. اليوم ضيفنا الدكتور شادي زارع، استشاري الجلدية والتجميل والليزر والشعر، عيادات بيوتي ألمنتس. خليكم على السمع. طبابة ألف، طبابة ألف مع نهى سعدي، العيادة المسموعة. متواصلين معاكم مستمعينا، وأرجع أقول لكم معنا دكتور شادي زارع بيكلمنا عن علاجات حب الشباب. يعني نبغى نتعرف شوية بس كده، يعني نركز ونتعرف على مجموعة العلاجات اللي موجودة. لكن قبلها يمكن أنا دكتور شادي أبغى أقول لك إنه في ناس، أنا مثلا من الناس اللي ما ألتزم بال، يعني مثلا كريمات أو حاجة ألتزم في وقتها وتندهن في الوقت الفلاني، يعني أميل لعلاجات مثلا الأقراص أكثر. Yeah. يجي غيري يبغى جلسات، يبغى جلسات ليزر، يبغى جلسات تكشير، يبغى جلسات أي نوع من أنواع الجلسات، شيء يكون في وقتها تكون حلول على طول ويبغى يشوف نتيجة على طول. Yeah. وفي طبعا الناس اللي عندهم طولة البال اللي كمان يزيدوا من عندهم، الخير خيرين يعني. Yeah. فيعني نبغاك تراعي بس هذه النقطة وإنت بتكلمنا عن العلاجات. حاضر. عشان إيش أنا أستفيد كمان. زي ما ذكرت واحدة من المستمعات إنه كان الدكتور متدرج في العلاج أو على مراحل، وهي هذه الطريقة الصحيحة، إنه أول شيء بنعالج الحبوب وبعد كذا بنعالج الأثار الناتجة على الحبوب. لأنه إحنا لو عالجنا كل شيء في نفس الوقت، أول شيء العلاج اللي بيعالج الأثار حيزود الحبوب وحيتهيج الجلد. ثاني شيء حنكون في حلقة بنلفحها ونفسنا، بنعالج الحبوب من هنا ولسه في أثار، ولسه في أثار جديدة بتطلع. فعشان كذا بنعالج على مراحل. العلاجات عادة بنبدأ بالعلاجات الموضعية زي اللي ذكرناها، الريتين اي اللي هو مشتق من الفيتامين اي. طبعا في طريقه معينه لاستعمال الادويه الموضعيه حذكرها، زي البنزول بيروكسيد، زي المضادات الحيويه الموضعيه زي حمض الازليك. في مواد امنه في الحمل وفي مواد ما هي امنه في الحمل. فاللي امنه في الحمل هي مثلا البنزول بيروكسيد والحمض الازليك. حمض الازليك فيه فائده، بيعالج الحبوب وبيعالج التصبغات الخفيفه في نفس الوقت، ففي مزايا تانية. أي علاج موضعي المريضة تحطه لازم بكمية صغيرة، يعني نقطة صغيرة توزعها نقط 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 وتمسحها بيدها إلين بالسبابة إلين ما تمتصها البشرة. المريضة لو حطت كمية كبيرة من العلاج، يعني في ناس بيحطوا العلاج كأنهم بيسوي سندويش جبنة. فأكيد حتتحسس، فلازم كمية بسيطة. صحيح. الحاجة الثانية، ما تحط الدواء وبعدين تروح تطلع في الشمس. ما في كريم ينحط قبل من المريضة تطلع في الشمس إلا واقي الشمس أو كريم الحماية من الشمس. ثالث شيء، المريضة لازم تتدرج في الاستخدام، يعني دواء جديد على بشرتها تبدأ به مثلا في البداية مرتين في الأسبوع، وبعد كذا مثلا تحطه يوم بعد يوم، وبعد كده تبدأ تحطه مرة واحدة في الليل. ومو لو عجبك تستمري. بالضبط، والاستمرار مهم. والمريضة ما يعني أي علاج، المريضة بالنسبة لحب الشباب ما حتشوف النتيجة قبل 8-12 أسبوع، يعني شهرين لثلاثة شهور، يعني مو تستخدم العلاج. وفي نقطة جدا مهمة، إنه بعض العلاجات بتهيج الجلد وبتزيد الحبوب قبل ما تتحسن. فإيش بيصير؟ تأخذ العلاج وبعد أسبوعين ثلاثة تزيد الحبوب، توقف الدواء وتروح لدواء تاني وتستمر في الموضوع ده، ما بتتحسن. أو يوقف الكورس وتستمر كمان، تكمل بالضبط. عجبها تكمل، تفكر إنه هذه طريقة وقاية. أيوة. نعم. فلازم تسأل الطبيب، صارت مشكلة مع العلاج لازم تراجع الطبيب مباشرة عشان تشوف إيش السبب، إذا في مشكلة تنحل. زي ما ذكرت أستاذ نوها، في ناس ما يبغوا العلاجات الموضعية، في علاجات عن طريق الفم زي المضادات الحيوية. المضادات الحيوية دي لأنه قلنا إنه في بكتيريا بتسوي حب الشباب اسمها بي أكنس، فعشان كده هي أحد العلاجات وبتعالج الالتهاب. في أعراض جانبية للمضاد الحيوي إنه يزود احتمال التحسس من الشمس، فالمريضة خلال استعمال المضاد الحيوي ما تتشمس، تحاول تحط واقي الشمس. الحاجة الثانية، المضادات الحيوية دي تستخدم لفترة بس شهرين ثلاثة، مو على طول تستخدمها زي ما ذكرت زي ما تفضلتي. ممكن تعمل التهاب في المريضة، تعمل حموضة، فلازم المريضة تأخذ الدواء بعد الأكل. والله مضاعفات قوية. بعد كده ذكرنا في علاج حب الشباب الهرموني اللي بيصير في أوقات معينة من الشهر، اللي يكون مصاحب لتكيس المبايض. في الحالات المعينة دي ممكن نستخدم حبوب منع الحمل كأحد العلاجات.
طبعا حبوب منع الحمل بتقلل افرازات الغدد الدهنيه اللي بتسوي الحبوب هذه. وطبعا في حبوب معتمده من هيئه الاغذيه والدواء المكيه لعلاج حب الشباب زي الياز على سبيل المثال. طبعا في موانع لاستخدام منع الحمل المدخنات اللي هم فوق 35 لا سمح الله عندها جات لها جلطات او سرطان ثدي او صداع نصفي لا سمح الله. ابرز الاعراض الجانبيه الصداع، الغثيان، اضطراب المزاج، زياده الوزن، عشان كذا كل الادويه دي لازم يصير تحت اشراف الطبيب. طبعا كثير مرضى بيسالوني عن الليزر. الليزر في معظم الاوقات علاج للاثار، بس في علاج للحبوب اللي هم اللي يسموه الاي بي ال. مشكله العلاجات هذه فعاليتها الليزر اقل من متوسطه، فما هو علاج فعال زي العلاجات الثانيه. طبعا ابرز العلاجات واقوى العلاجات لعلاج حب الشباب هو الايزوتريتينوين اللي هو راكوتان. طبعا هو من مشتقات الفيتامين اي، يستخدم حالات حب الشباب الشديده. حب الشباب اللي مشينا بمراحل وما استجاب لعلاجات اخرى، او ممكن نستخدمه في البدايه للناس اللي بنشوف انه الحبوب دي بتسيب ندبات عندهم. ندبات صعب علاجهم، ما نبغى ندبات جديده، فبنعطيهم الايزوتريتينوين من البدايه. طبعا في طريقه معينه لاخذ الايزوتريتينوين هذا، لازم على حسب الوزن، على حسب الجرعه الاجماليه. فبنشوف وزن المريضه وعلى اساسها بنحسب المده الزمنيه المريضه تستخدمها العلاج. اهم شيء الايزوتريتينوين مشوه للجنين، فلازم المريضه اللي تكون متزوجه تستخدم وسائل منع الحمل، أقل شيء وسيلتين، تعمل تحاليل قبل العلاج وأثناء العلاج بشكل شهري وشهر بعد العلاج، وتسوي تحاليل كبد وتعمل تحاليل كوليسترول، لأنه الدواء بيرفع إنزيمات الكبد وبيرفع الكوليسترول. طبعا أبرز الأعراض الجانبية بالنسبة لراكوتان هو الجفاف، بيسوي جفاف البشرة، لأنه هو في النهاية قلنا هي مسألة دهون وفرازات دهنية، فالدواء ده بيجفف البشرة، لازم تستخدم مرطبات للوجه، لازم تستخدم مرطبات زي الفازلين للشفايف. هيعمل جفاف في الشعر، هيعمل جفاف في العين، فما تلبس عدسات خلال العلاج. بعد كده طبعا ممكن يعمل جفاف في الأنف، ممكن أيضا أيزوتينون يعمل آلام في العضلات والمفاصل، ممكن يصير صداع بسيط. طبعا ممكن يزول باستعمال المسكنات. طبعا في اختلاف في الدراسات بالنسبة لحدوث الاكتئاب مع الراكوتانا والايزوتريتينوين، لكن معظم الدراسات فشلت في اثبات ذلك. لكن ما يخفى علينا تاثير زي ما ذكرت العامل النفسي للحبوب لحب الشباب. نعم. فالعلاج الفعال مهم جدا نقضي عليه من بدايته، بحيث انه ما يسبب تاثير نفسي على المريض على المدى الطويل. نعم. طبعا الكورس الراكوتان هذا بيقضي على حب الشباب بنسبه 50-80%. إذا طلعت الحبوب تاني بعد الكورس، يا أما المريضة ما أخذت الكورس بشكل صحيح، أو في عوامل تانية زي ما ذكرنا موجود خلل هرموني أو تكيس في المبايض، وتحتاج علاجات مخصصة لهذه الحالة. يعني هذه مجموعة من العلاجات، وأكيد أنه ليها يعني ليها كمان فروع ومراحل وتفاصيل أكثر. طيب أنا اللي أبغى أقول لكم هو قبل ما أقرأ الكم سؤال، بس يعني يدوب هو عندنا دقيقتين، يعني في حال ما نفع العلاج أو حسيت أنه الأثار الجانبية فيها خطأ أو فيها مبالغ فيها أو حسيت بشيء غريب، مو غلط موعد ثاني وأرجع لنفس الطبيب وقل له أنا حاسس كذا كذا، يطمنك إما أنه كذا أو أنه كذا يعني. وهذه قبلها طبعا هذه مرحلة بتسبقها مرحلة ثانية، الصدق الصراحة الشفافية مع الطبيب. أنا من الناس اللي أتشمس، أنا من الناس اللي بأخذ علاج ليزر الآن مثلا لإزالة شعر أو أي حاجة من هذا كله، أنا من الناس اللي طريقة في شيء بتبالغ بأنك بتاكله أو بتشربه أو 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 لازم تقوله عليه. يعني أنا من الناس اللي ما أشرب موية كثير نهائي، يعني هذا كمان في الجفاف، في جفاف البشرة والأمور هذه كلها بتأثر. يعني لازم تكون صريح تماما، تحاليلك تسويها كاملة والعلاج تمشي عليه، في بعدها مشكلة ترجع لطبيبك يتغير العلاج أو تبان إيش كانت المشكلة. لكن عدم الصدق في هذه الأمور أو أنه يعني الأغفال عن بعضها بتكون لي عواقب جدا جدا سيئه في الاخير. وانا اقول لكم هذه نصيحه مني لكم. ماجد هنا بيسال بيقول انا مصاب بحب الشباب، وبيقول زرت الطبيب وكتب لي علاج سبب لي جفاف في الوجه والعيون والشفايف. نعم زي ما ذكرنا هذا هو الايزوتريتينوين اللي تكلمنا عنه، لازم الجرعه كانت عاليه
أو إنه ما أستخدم مرطبات معاها، لازم في مرطبات معينة المريض يستخدمها، مرطب للشفايف، مرطب للبشرة، مرطب للجسم، الدكتور بيحددها. إذا كان الجفاف شديد يعني زاد عن حده، ممكن يراجع الطبيب ويعمل له يخفف له الجرعة حقة العلاج. هنا معاذ واضح إنه بشرته طبيعية، بس بيسأل سؤال يعني استفسار، بيقول هل استخدام صابون حب الشباب أنواع مختلفة سبب إنه ممكن يسبب لي أو يزيد حب الشباب، مع العلم إنه بدون رجوع للطبيب يعني بس بيغير فيهم؟ طبعا في صوابين تكون دهنية فيها مرطبات، فمثلا المريض مثلا بشرته دهنية ومثلا حط صابون دهني حتزيد الحبوب. هنا الزيودة بتسأل هل جلسات التقشير تزيل التصبغات بالوجه؟ نعم، في بعض الحالات بتزيلها، بتعالج التصبغات صحيح، بس لازم يصير طبعا تحت إشراف الطبيب المختص. يعني نرجع نقول إنه كل شيء لازم يكون تحت إشراف الطبيب، حاولوا تكونوا حريصين على هذه النقطة يا جماعة، لأنها ما هي هينة وما هي سهلة. طيب بالنسبة لحب الشباب هذه هي أنواع العلاجات، لكن يعطيكم العافية على تويتر طبعا، وطبعا كل اللي اتصلوا وتواصلوا معنا، يمكن حتى الوقت ما حيسعنا أني أنا يمكن أسأل كمان حتى سؤال زيادة. نشكر الدكتور شادي على وجوده معنا اليوم. شكرا على استضافة أستاذ نهى، واشكر المستمعين على التفاعل معنا. طب يعني بس عشان هي سألت السؤال وأصرت عليه، يعني الحمل ممكن يصاحبه حبوب؟ طبعا، لأنه الهرمونات كما ذكرنا، الهرمونات زيادة هرمون الأندروجين طبعا ليه دور كبير، ممكن أي شيء بيلعب في بيعمل اختلاف في الهرمونات ممكن يطلعه. يعني كأنه ما نبغى نفكك من الهواء دكتور شادي. شكرا لك، وحوارك كان جدا ممتع وجدا مفيد، يعطيك العافية على أمل. يا جماعة دكتور شادي موجود معانا بإذن الله كل يوم ثلاثاء، وكل يوم كل ثلاثاء بإذن الله حيكون موضوع مختلف، لكن باب الاتصالات والاستفسارات حيكون مفتوح فيما يخص الجلدية. أرجع أعرفكم الدكتور شادي زارع معنا، استشاري الجلدية والتجميل والليزر والشعر، عيادات بيوتي ألمنتس في جدة، وكيل كلية الطب بجامعة جدة، والبروفيسور الزائر بجامعة ميغيل الكندية. كنت معكم نهى سعدي، على أمل يتجدد لقائي فيكم بإذن الله غدا في برنامج تيمبو الساعة 10 صباح. خليكم دائما على السمع في أمل كريم، وانتبهوا على بعض.